لأن البحرين دائماً ما كانت متميزة وتتميز دائماً على الدوام بالسياحة المتنوعة الحديثة والأثرية. وبمجرد ما نتكلم عن السياحة يتبادر لنا الجهود الكبيرة في تنظيم أهم الفعاليات السياحية اللي أقيمت مؤخراً بالمملكة. وأكيد تتفقون معي أن احنا يمكن قبل في السابق لما كنا نتكلم عن السياحة أول شيء كان يجي في بالنا شنو حمد؟ كنا نتكلم لما نقول سياحة يعني مواقع أثرية، يعني مواقع سياحية. وين أنا اليوم ممكن أروح مع هذه المواقع السياحية اللي نشوفها دائما في كتب التاريخ وفي الاجتماعيات؟ لكن اليوم لما نتكلم عن السياحة فصار للسياحة مفهوم مختلف. اليوم السياحة تعني إقامة الفعاليات، المهرجانات، الحفلات، كثير من الأمور اللي تستقطب الزوار وطبعاً يعني المقيمين على أرض مملكة البحرين. ولذلك يسعدنا أن احنا نرحب بالأستاذ أنس محمد، مؤسس حساب وتطبيق بوابة البحرين اللي تهتم بتغطية أهم الفعاليات المحلية والبرامج السياحية في مملكة البحرين. يا هلا وسهلا فيك أخوي أنس. يا هلا فيك، يا مرحبا فيك أختي رقية، يا مرحبا فيك أخوي أحمد، يعطيك الصحة والعافية. حياك الله ويانا. أنا شاكر لكم استضافتكم، يعني الاستضافة ذي تعني لنا الكثير الكثير الكثير. اليوم الحمد لله احنا نتكلم في مجتمع مليء بالفعاليات، مليء بالبرامج الترفيهية، مليء بالأشياء الحمد لله كرب اللي تسر، خصوصا بعد جائحة كورونا. صحيح. اليوم الحمد لله احنا نستضيف فعاليات كبيرة، نستضيف حفلات غنائية كبيرة، في حفلات تهم كافة شرائح المجتمع، وهذه الحمد لله ندلدل على الشغف الناس حق الرجوع مرة ثانية للحياة الطبيعية. حمد، لاحظت ان انس شلون متحمس ويبي يتحكي عن الفعاليات صحيح الكل ترى متحمس. يعني رجعية طافتنا ايام صعبة. صحيح. وان شاء الله الحمد لله رجعنا للحياة الطبيعية مثل ما ذكرنا. ايضا البحرين تبدأ موسم سياحي صيفي منتعش بشكل كبير، وطبعا عندنا نرحب اكيد باحمد الحيساني مدير مشروع بوليفارد، بعد يعني ضيف مهم عندنا اليوم، راح نتكلم عن هاي الامور كلها معاكم. اهلا وسهلا فيكم، يعطيكم العافيه، نتمنى نكون اضافه مميزه في الحلقه الجميله ونقدم معلومات تهم المستثمرين في قطاع السياحه، المستثمرين الخارجيين لمملكه البحرين الشقيقه. يا هلا وسهلا فيكم، نورتونا في اولى حلقات برنامجنا، وان شاء الله تكون انطلاقه جديده ومميزه ان شاء الله. انس، انا ببتدي معك. يمكن يعني عبر تطبيقكم اللي هو تطبيق بوابه البحرين، يمكن بدينا احنا في البدايه كحساب على السوشيال ميديا. اليوم مش كثر احنا مع هذا العصر اللي نقدر نتكلم فيه ونقول ان عندي ثوره معلوماتيه، ثوره في التكنولوجيا، وشلون منصات التواصل الاجتماعي اليوم صارت يعني منصات لا يستهان فيها في توصيل المعلومات. شلون انا اليوم من خلال هذه المنصات ومن خلال التطبيق اقدر ان انا اروج عن السياحه، بما ان احنا نتكلم عن السياحه في البحرين؟ احنا بنتكلم لو نرجع شوي بالذاكره ورا، لو نلاحظ ان ناس وايد قاعد تسأل في السوشيال ميديا، شفت لاحظ أنا في دايركت مسج، في أي وسيلة تواصل اجتماعي تشوفها، في تويتر يسأل شنو يعني أنا رايح البحرين اليوم أو أنا في البحرين شنو أهم الأماكن أو البرامج السياحية. تلاحظ أن يعني الناس قاعد تسأل بكافة الوسائل لكن ما قاعد تحصل الجواب المقنع أو الجواب الشافي اللي يشوفه أنه يقول سعر تذاكر مثلا او غيره وغيره. فكان الحساب يعني بشكل اسبوعي خصوصا في الويكند نستقبل يعني مئات الرسائل، يعني سواء كان من الدول الشقيقه الحمد لله اقرب اللي حولنا، او كان من ايضا البحرينيين اللي يسالون وين فعاليات، وين نروح. في وايد كنا نشوف خصوصا الفتره اللي قبل فتره الكورونا ناس وايد يتوهقون في الويكند، ما عندنا برنامج شو نسوي. فالحمد لله كرب تورلت هذه من مشكله موجوده الى برنامج، وحاولنا نغطي فيه كافه الامور اللي يحتاجها المستخدم اللي يبي يزور البحرين او الموجود في البحرين. بس انتم ما كنتوا في البدايه كذي يعني. بالضبط. يعني انتم كنتوا بديتوا بدايه مختلفه في حساب بوابه البحرين. نعم بالضبط. احنا عندما نتكلم بوابه البحرين طبعا عندنا من 2009 احنا في تويتر، 2012 في انستغرام، ايضا في منصات ثانيه الى ما وصلنا الى تيك توك الحمد لله. احنا لما نتكلم عن هذه المنصات، منصات هي داعمه للسياحه في البحرين. فصحيح انا نلقط معلومات من هالحساب من هالحساب من هالحساب، لكن الحمد لله اللي كان يميزنا كبوابه بحرين انه وحدنا الجهود كلها في تطبيق واحد يجمع كافه الفعاليات، الجهات الحكوميه وايضا القطاع الخاص او اي جهه خاصه قاعده تنظم اي فعاليه موجوده في البحرين. نلاحظ اليوم ان التطبيق الحمد لله كان هو الجانب اللي يشبع رغبات كل
واحد من ناحيه مثلا سعر التذكره، اللوكيشن، رقم التواصل، التواصل مع الجهه نفسها بيستفسر مثلا هل في موجود شاغر اماكن او غيره وغيره. كان التطبيق فكره اشتغلنا عليه فتره كورونا، فكانت خير لنا شغلنا عليها بالهداوه الحمد لله. سهلتوا على السايح بعد يعني. اي بالضبط. وسهلنا الحمد لله لين ما وصلنا بشكل كبير، وصلنا للثغرات الموجوده، كانت درسنا السوق عدل، وصلنا الى المستوى اللي وصلنا فيه اليوم. وصل الابلكيشن الى امس الحمد لله اقوى ابلكيشن او اكبر ابلكيشن سياحي في البحرين والاكثر تحميلا في البحرين. فهاي الحمد لله. الحمد لله. طبعا اكيد هاي شيء وايد حلو، سهلته حق السائح وحتى المقيمين يعني بالضبط. اللي يبون يعرفون شنو اللي موجود في مملكه البحرين. بما ان انت موقعكم من اكبر المواقع للترويج لمملكه البحرين والامور السياحيه، كلمني عن اخر فعاليات تم الترويج لها من خلال موقعكم. من اجمل الفعاليات اللي قمنا بترويج لها طبعا فعاليه وزاره شؤون الاعلام القريه التراثيه. طبعا هذه المهرجان، واشكر سعاده الوزير والقائمين عليها الاخ ابراهيم وزان وغيره من الاخوه والعاملين عليها بكافه القطاعات. الفعاليه ذي كانت لها صدى كبير في التواصل الاجتماعي، كان لها صدى ايضا من اشقاء من المملكه العربيه السعوديه، كان لها صدى كبير من الاخوه من الامارات، الاخوه من الكويت، العديد من الدول اللي كانوا يتعنون بالسيارات، وكنا نشوفهم يعني عند البوابه ونلاحظ ان متعطشين من خصوصا ما بعد رمضان، وكان الاجواء السابقه كانت اجواء جميله او مسمحه اجواء كانت في العيد الوطني للقريه التراثيه. نلاحظ هاي الفعاليه كانت من النصيب الاكثر اللي كان ترويج لها، بالاضافه الى الفعاليه الثانيه، الفعاليات الاخرى اللي تقيمها كانت هيئه السياحه. الحمد لله الكرب كانت تقريبا اكثر من 50 فعاليه تم الترويج لها في العيد. فتخيل عندنا 50 فعاليه في البحرين، في ناس وايد ما كانوا يدرون ان 50 فعاليه صدقكم يعني حتى يعني يمكن تتخربط وين تروح طالع البوستات. وهاي الحمد لله راح اللي قدرنا نسويه في الابلكيشن، يقدر يشوف فعاليه اللي متخصصه بيوم معين او مثلا اليوم باكر نهايه الاسبوع، او لا مثلا مخططوها بي البحرين في تاريخ معين مثلا خامس العيد بي، فيعرف الى اليوم الفعاليات الموجوده مستمره العيد، ويقدر يخطط بشكل مسبق او بناء على التوجه يوم بيوم يعني. صحيح. يمكن انا يعني باكد على الكلام اللي ذكرته يعني انس، انه بالفعل اليوم من خلال التطبيق الشخص يقدر انه هو يشوف كم الفعاليات. انا ما قاعد اروج عن فعاليه واحده او فعاليتين، انا قاعد اتكلم عن ما شاء الله عدد كبير من الفعاليات اللي في مملكه البحرين في ذي الفتره. فبالفعل الواحد يعني يحتار ما يدري وين يروح، ولكن ممكن انه من خلال هذا التطبيق، ولانه في جدول يبين لك بالايام مده كل فعاليه، فانت تختار اليوم اللي يناسبك والفعاليه اللي تناسبك. يعني الانسان جميل مثل ما تفضل وقال اخونا احمد انه ينافس نفسه عشان دائما يحاول هو يطور من نفسه ويقدم الافضل. مجال التطبيقات يعني لما حتى تتكلم عنه اليوم، يمكن ناس وايد يقدمون تطبيقات، او مثلا قاعدين نشوف كثير من التطبيقات اليوم بمختلف الخدمات اللي يقدمونها، لكن شو اللي بيخلي تطبيق بوابه البحرين يختلف عن التطبيقات الاخرى خاصه في المجال الجديد اللي انتم دشيتوا فيه؟ شكرا كثير رقية على السؤال الذكي. انا مساله انا كنت هز راسي. اول شيء الحمد لله ان القائمين على التطبيق 15 شاب بحريني ما شاء الله، البرمجه، التصميم، التصوير والتحرير. قال لك قوة ناعمة الشباب. هذا هو الحمد لله. وهذه المعدن نفس اللي نقول عنه البحريني، نفس ما قلنا قبل أن البحريني وين ما تحطه يكون ذراعك اليمين، مستحيل يتخلى عنك. والحمد لله اللي صار في التطبيق عندنا أن إحنا قاعد نولد الأفكار بين بعض. التطبيق ما يوقف عند مرحلة واحدة وينتهي، بالعكس إحنا قاعد نطور في التطبيق كل أسبوع. كل أسبوع قاعد نعطي أفكار جديدة، والتطبيق ما بيوقف على هالمراحل او الاقسام الاربعه الحاليه اللي عليها التطبيق، لا عندنا افكار عوده والحمد لله كنا ماشيين على رؤيه يعني 5 سنوات. شنو الاقسام الاربعه؟ الاقسام الاربعه طبعا اول قسم قسم اكتشف، هو القسم اللي يكون تقدر تكتشف فيه البحرين، تعرف شنو مثلا المجمعات الموجوده، شنو الاماكن التراثيه، شنو الاماكن السياحيه، كل واحد على حسب تصنيف معين، على حسب رغبتك او حسب اهتمامك او ميولك. في خيارات تصير. في خيارات وتصنيفات، في فلاتر موجوده، يقدر كل واحد يعرف شنو مثلا الاماكن
المفتوحة، شنو الأماكن اللي تشوفها مثلا الصبح مناسبة في أماكن مثلا داخلية، أماكن خارجية، أماكن مناسبة للعائلات، أماكن لا مناسبة بس حق الأطفال. يعني من ضمنها يعني كان مثلا آخر محل تو افتتح أكبر حديقة داخلية مثلا يبيلة الموجود في مشروع الليوان، كان من ضمن أهم الأماكن زيارة حاليا وروجناها بشكل كبير عن طريق قسم اكتشف. جميل. فهي أول قسم. القسم الثاني هو قسم الفعاليات. القسم طبعا هو يختص بالفعاليات اليوم باكر نهايه الاسبوع، واليوم نتكلم انه وصلنا الى 2023 ما شاء الله بالفعاليات. اليوم الحمد لله لك رب، تطبيق من 2020 الى اليوم فوق تقريبا 600 فعاليه تم الاعلان عنها ما شاء الله. ففي وسط كورونا الحمد لله احنا قاعدين نعلن حتى عن الفعاليات. واللي يميزنا انه مو بس الفعاليات نفس ما قلنا الرسميه او ذي، حتى الفعاليات الخاصه او اللي تشوف مثلا يحتاج لها اقبال لو 7 أشخاص 8 أشخاص راح نعلن عنها، وهذه اللي يميز تطبيق قوات بحرين عن اي شيء ثاني. القسم الثالث هو قسم مشاريع، وهذه القسم المهم بالنسبه لنا كون هاي من ضمن تخصصاتنا، اللي يركز على المشاريع السياحيه الاقتصاديه الطبيه اللي نشوف فيها مثل المستثمرين الموجودين مثل اخونا احمد مثلا او غيرنا من المستثمرين الموجودين في العالم اللي يقدر يستثمر في مجال معين في مثل مشاريع حاليه ومستقبليه ومكتمله. نلاحظ مثلا من ضمن المشاريع اللي او مسامحه من ضمن الفعاليات اللي تم الاعلان عنها مثلا فعاليه موجوده بتنفتح في مهرجان او مسامحه في معرض بحرين الدولي الجديد في الصخير من اليوم اعلنا عنها، لو هي فعاليه نعم اللي هي معرض الخريف اعلنا عنها اول ناس يعني عقب 3 دقائق من الاعلان الرسمي يعني اول باول. بالضبط، وتوصل لكم المعلومات يعني توصل لكم الاخبار حتى يمكن قبل اي جهه رسميه والوقت ثانيه باليوم والوقت والمكان. فللحين ما افتتح المكان كل شيء الحين انا اتابعها بس الحين بتركزين شيء انا الحين بركز اكثر لان شكله هم الجديد عندهم متصدرين. الحمد لله هاي فضل من الله ان احنا قاعدين نتعاون مع الوزارات والجهات، والجهات هم بنفسهم يبادرون يعطونا الاخبار اول باول ويعتمدوننا كمصدر رئيسي للاعلان عن المشاريع الجديده وايضا للفعاليات. ابرز المشاريع ايضا اليوم اللي افتتحنا اللي افتتحت وصار لها تغطيه اللي هو مسار اللؤلؤ اللي هو مواقف السيارات اللي المسار او الموقف السيارات الثالث اللي يم جامع الشيخ عيسى بن علي موجود، هو الموقف مبتكر جديد وتوقيت ماله ذكي لابعد مدى، لان الحين بنشوف ان في ناس جايين في الصيف عشان يقدرون يزورون مسار اللؤلؤ، وطبعا المسار جدا جدا جميل للي يعشق سياحة المتاحف المفتوحة خصوصا في محرق. والموقف يعني اللي زار محرق وزارها الأماكن يعرف شنو مشكلة المواقف في أن يدور لبارك في وسط دواعيس محرق عشان يقدر يزور هالأماكن. لكن الحملة كانت مبادرة هيئة الثقافة، كانت مبادرة جدا جميلة وتوقيت ذكي للافتتاح هذه المكان، وكان أيضا بالصور والفيديوهات في التطبيق اليوم موجود بالرغم أن اليوم الافتتاح ما شاء الله. يمكن تخطيط بعد لرحلات جاهزه عندكم ما تكلمنا عنها. هذه القسم الرابع. هذه القسم الرابع طبعا فكرنا وايد تفكير ان وايد ناس كانوا مثل قبل يحط لك الخريطه وين بروح اول مكان وثاني مكان وثالث مكان، احنا سهلنا عليه. يا انه هو يخطط رحلته بنفسه يقدر يشوف مثلا انا بروح اول شيء مثلا الافنيوز عقب بروح السيتي سنتر عقب بروح الهم، او انا اختار من الاقسام الجاهزه عندنا مثلا بعض الاماكن الرحلات اللي سويناها مثلا مخصصه حق الاطفال، مثلا هو جاي وعياله ويبي نفس ما نقول احنا يونسهم ويخليهم في اماكن متخصصه بالليهال، مثلا بعض المجمعات ما فيها اماكن حق الليهال، لكن احنا نركز على انه مثلا لا روح هاي الفعاليه، روح هذه المكان، روح هذه المكان كاماكن يعني مقترحه له. والحمد لله نلاحظ انه في اقبال كبير، كل واحد قاعد ياسس الى رحلته بنفسه. الشيء الحلو انه يعرف مسار الرحله ويعرف انه مثلا هاي الرحله ممتازه، انه يقدر هو يقول انا هاي بروح الصبح هذه الليل ويقترح عليه التطبيق يقول له لا هذه المفترض ان اليوم مسكوكه وهي المكان مسكوك فلا لا تروح له، روح له اليوم الثاني. مرشد سياحي الكتروني عليه شنور بالضبط. الناس قاعد يتبسم مستانس في بوستات جديده اخبار جديده بتحطها مستانس بالعكس. يعني انا بالنسبه لي احنا طالعين لايف بس ما نروح، احنا طالعين لايف وياك. انا موجودين لايف احنا الله يسلمك. احنا اللي قاعد نشوفها ترى اشياء وايد تبشر بالخير، يعني لما نشوف الاماكن نفس ما تفضل اخوي احمد فيها، نفس ما تفضلت الاخت فاطمه الصرفي فيها، الاماكن ترى الترفيهيه اللي انفتحت خلال فتره جائحه كورونا ترى اماكن وايد احنا يمكن انه قاعد نحس فيها انه قاعد تسرع اشياء وايد ما قاعد نحس فيها. مثلا نقول ليوان
نشوف مثلا مشاريع كبيره مثلا مجمع الاوتريوم موجود عندنا، مجمع اللي كان مثلا حوض السمك موجود في دلمونيوم، سمح مجمع دلمونيا. نلاحظ هناك في بعض المشاريع اللي انفتحت ترى في فتره كورونا، صح. وهذا الشيء لما يدل في وسط كورونا احنا قاعد نفتح مجمعات، في ثقه يعني، في ثقه ان في ثقه في ترى المستقبل للبحرين جاي خير عود مو شوي. واحنا هاي اللي شيء يبشر بالخير، نشوف في مثلا الاستراتيجيه السياحيه، نشوف رؤيه البحرين 2030، نشوف المستثمرين قاعدين ابرزهم اخونا احمد او غيره من المستثمرين. نلاحظ اليوم حتى ايضا شركات المصانع الكبيره، لما نقول مثلا مصانع الشركات بعض المنتجات ما بسميها يعني موجوده قاعد تجي البحرين. ليش تجي البحرين؟ الشيء الاساسي الاولي اللي قاعد نشوفه ان تسهيل الاجراءات، مثلا قاعد نشوف ان البحرين بيئه جاذبه للاستثمارات، جاذبه ولها انعكاسات ايضا للقطاع أيضاً. للقطاع السياحي، وايضا نفس ما تفضل فيه اخوينا احمد، هذه راح ينصب ايضا على الاقتصاد وعلى ميزانيه البحرين وايضا الى اخرى من الامور اللي ترتبط بهالموضوع. لما نقول السياحه في البحرين او اهميه هالمشاريع واللي احنا صدق نفتخر فيها ونستانس، البحرين تحتاج الى التنويع في مجال السياحه، تحتاج الى ان نستقطب آلاف الناس. لما نقول مثلا لما نلاحظ في بعض الدول الشقيقة، نلاحظ مثلا ترى الناس متعطشة لأي فعالية، فعاليات متنوعة يعني بالضبط. مواضيعها متنوعة حق فئات مختلفة، وهذه اللحظة يعني قبل كنا في مهرجانات عالمية تكون بالضبط. أيضا بالضبط، يعني لو نقول مثلا قبل 10 سنوات كنا العيد ترى حدنا يعني بعض الأماكن اللي نروحها ما نشوفها، لكن الحمد لله الحين نلاحظ أن في فعاليات موجودة في بعض الأماكن اللي مو متركزين في مكان واحد بس نروحه وخلاص. وهذا كان الكلام اللي احنا من البدايه كنا نقوله، وحابين ان احنا كنا نسلط عليه الضوء وبنركز عليه، اللي ان بس اليوم أماكن بالضبط صح؟ يعني اليوم السياحه لما نتكلم عنها، انا ما اتكلم عن موقع اثري، انا ما اتكلم صح. عن موقع تاريخي، انا اتكلم عن حدث، انا اتكلم عن فعاليه، انا اتكلم عن مهرجان صح. لكن هذه المهرجان وهذه الفعاليه وهذا الحدث شلون بخطط مثلا يضعونها الشباب، بخطط تضعها المؤسسات، شلون ان هي تكون فعلا عامل جذب للمقيمين في الخارج للزوار عشان انا اقدر اجيبهم. هذه التحدي الاكبر عندنا الحين. احنا نتكلم بس جزئيه صغيره، كنا يعني هو ابسط مثال اللي سويناه الحمد لله في مثلا استخدامنا التيك توك كمثال. تيك توك نزلنا اللي هو مثلا متجر يبيله، في اول يوم احنا منشرين الفيديو 800,000 مشاهده ما شاء الله. هذه رقم من الأرقام، نلاحظ الإقبال على مثلاً الحساب، 5 مليون مشاهدة. الأبليكيشن الأول اليوم نتكلم في قائمة الترافل الأول الرابع في مجال البحرين أكثر الأبليكيشنات تحميلاً في البرامج المجانية. هذه أندل لأن هذا الشيء أو هذا المجال إذا ما استثمرته صح ما راح تروج صح. لما تقول مثلاً أن هاي المكان روجنا له بطريقة فيديو مدة دقيقة ووصل حق 800,000 واحد في يوم، يعني شنو يمكن أخوي أنس أنت ما تحتاج الدقيقة بالضبط، تحتاج يمكن هي كلها أقل من الدقيقة، وشوف شلون يصير الأثر. وهذه استثمار الحملة الكهرباء اللي كنا نوظفناه في كل مجالات، تشوفين في تويتر غير عن اليوتيوب، غير عن منصات تيك توك، غير عن انستغرام، وهذه نوظف العملية ذي للترويج البحرين. ترى انت لما نشوف مثلا حد بيروح اي بلده او غيره، اول ما يشوف يطق في التيك توك يقول انا مثلا وين بروح في هالدوله، او يشوف انستغرام يشوف شنو الموجود. فبالعكس هاي الشيء الحمد لله احنا لما نوظفه للبحرين بنستقطب الاف والاف والاف ملايين اساسا. بما ان احنا قاعد نتكلم عن الفعاليات، اكيد طبعا فعاليات سياحيه متنوعه تزخر فيها مملكه البحرين، ومسرح الدانه يعتبر من اهم الوجهات السياحيه للسياح عموما، اللي قدر يستقطب قاعده جماهيريه عريضه في فتره وايد بسيطه، يعني جذب وايد جمهور، وبس جمهور يعني مطربين عالميين، مطربين خليجيين يعني بالضبط، يعني التذاكر تكون سولد اوت. حتى يعني انا باكد على النقطه اللي قالها اخوي انس، طريقه الترويج لها، واكيد يمكن نتحكى عنها بعد اكثر مع اخونا احمد في الترويج، لان هذه اساس نجاح اي يعني فعاليه او اي حدث. مثل ما شفنا لقطات حيه من الحفلات اللي صارت في مسرح الدانه، واكيد كانت كبيره وكان لها جماهير كبير، يعني جمهور كبير مملكه البحرين، والناس كلها راحت هذه الحفله. حضرت حفله من الحفلات؟ حضرت حفله راشد اول حفله صارت على مسرح الدانه.
جميل. يمكن من عقبها توالت الحفلات، بس في شيء بعد الحين أنس شذي قال لنا تحت الهواء، قال إنه في حفلة حسين الجسمي، فنان حسين الجسمي والفنان أحلام، نعم سووا لكم ريبوست، ريبوست على التويت، كان ريتويت والريبوست على الانستغرام الحمد لله. يعني شيء أكيد يدعو للمسخرة، أن بالفعل قوة التطبيق أن إحنا وصلنا إلى هذه المرحلة. الأفكار هي الذكية هي اللي تجذب، هي تسوق لنفسها. يعني من يقود الذكية، من يقود التسويق 100%؟ أنا أقدر أقول أنه يقود التسويق في بوليفار 202 هم شباب بحريني، وإلى الآن عندهم خطط تطويرية وتسويقية لمدة 3 أشهر بإذن الله الكل حيشوف. إن شاء الله بعد أخونا أنس بعد بوابة البحرين بيكون. نعم، من أول الناس اللي كان معانا. تعاونوا بعد ها تعاونتوا. وأنا منبهر جدا التطبيق والروح والحماس اللي شفتها. احنا من يوم ركبوا اول حديده موجودين، احنا قبل ما يركبون ديناصورات موجودين، كنا مغطين لهم الحدث بالبدايه من تاريخ 25/1/2022 غطينا لهم موجودين في تويتر وانستغرام، فكان تشويق حق الناس حق الفعاليه، وهذه دورنا حق حتى ترويج مسبق لاي فعاليه موجوده. والله حلقه تبشر بخير، اول حلقه لنا من ليالي الصيف، يعني شوقونا اكثر شنو جاي. صحيح صح، يعني خاصه لما قال لنا ان الفتره الجايه انس فيها اكثر من 50 فعاليه في العيد، في العيد لكن بعد العيد عندنا اكثر. نتكلم اليوم، نتكلم احنا حمله اكر، عارفين 2023 الى 2023 شنو الفعاليات الموجوده، معناته حلقتنا عامره بتكون زاخره في ليالي الصيف. لا لا باذن الله ابشركم، باذن الله كل الخير جاي، باذن الله يعني خير وايد ان شاء الله. حصلنا وخلص الوقت بسرعه والله. اكيد نشكر حضورك استاذ احمد الحيسوني مدير مشروع بوليفارد، اكيد نتمنى لكم كل التوفيق، وان شاء الله كل سنة يتطور أكثر وأكثر وتوصلون لأكثر عدد وأهدافكم توصلونها كامل. الشكر لكم والشكر لحكومة البحرين ممثلة في وزارة التجارة والسياحة والصناعة، وممثلة في وزارة البلديات ووزارة الداخلية والاستثمار السعودي. الشكر لجميع من ساهم معنا في نجاح الحدث، وبإذن الله تعالى أهل البحرين وزوارة والسياح في الدول المجاورة موعدون بشيء جميل إن شاء الله. شكرا لكم، احنا مستمرين معكم ايضا في تغطياتنا لهذا الحدث الجميل خلال 3 أشهر. ايضا طبعا نشكر ضيفنا العزيز اخونا انس محمد، مؤسس حساب وتطبيق بوابة البحرين، واللي يهتم هذا الحساب بتغطية اهم الفعاليات المحلية والبرامج السياحية في مملكة البحرين. نتمنى لكم كل التوفيق والنجاح، واكيد انت ري بعد افكار ابداعية ان شاء الله في مفاجآت باذن الله. اقل من شهرين باذن الله او اقل من شهر باذن الله راح نعلن عن شيء كبير باذن الله، وايضا نفس الوقت احنا نرحب باي فعاليه موجوده واي مشروع سياحي او اي مشروع اي نوع من انواع المشاريع، احنا موجود ايضا في الابلكيشن كل وسائل الطرق، ويقدر اي واحد يحط اي فعاليه او اي مشروع بنفسه. اذا احنا يمكن الختام اللي او خلينا نقول الرساله الختاميه اللي احنا نحب نوصلها في نهايه حلقتنا لليوم، ان الشباب البحريني شباب واعد ومبدع ومبتكر وولاد بالافكار الابداعيه خاصه في مجال التسويق وفي مجال السياحه، وان شاء الله احنا موعودين بالكثير من الانشطه والفعاليات والمهرجانات الجميله خلال صيف مملكه البحرين. وكما هي ليالي الصيف يا حمد تمر بهدوءها وتميزها في امسيات صيفيه تغنى فيها مملكة البحرين العزيزة. أكيد، وتمر وتترك أثر من النجاح والتألق اللي يثبت مكانتها في كل مجال. وبكرة لنا لقاء يتجدد مع مواضيع مختلفة وليلة مميزة من ليالي الصيف. مع السلامة.